إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مشروع البير الخير، مشروع الحياة، صدقة جارية، عن فاطمة حسن أحمد صالح حفظها الله، وعن والديها المرحومين حسن أحمد صالح والمرحومة عائشة زائد محمود صالح رحمهم الله، من بيت ليد فلسطين، جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله.